وإن ننسى فلا ننسى فتح سمرقند. سمرقند دخلها الجيش المسلم دون أن يؤذنوا أهلها، فجأة داهموا ما دخلوا، يعني لم يرسلوا إليهم رسول ويعرضوا عليهم الإسلام أولا ثم الجزية ثم المناجزة ثم يضعوا الشروط فيما بين الطرفين، إنما فجأة دخلوها تماما. فأهل سمرقند لما سمعوا عن أخلاق المسلمين وعدلهم عرفوا أن هذا التصرف من الجيش المسلم تجاوزوا فيه قوانينهم الشرعية وتعاليم نبيهم النبوية صلى الله عليه وسلم، فبعثوا بشكوى إلى الخليفة. فتصور إيش يكون الموقف، من يتصور هذا؟ يرسل الخليفة كتاب أني ينصب قاضي لأهل سمرقند، ويأتي وفد يعرض المظلمة، ويأتي قيادات الجيش يعرض حججهم، فإن ثبت لدى القاضي بأن الجيش دخل سمرقند دون إنذار أو إذان يخرج الجيش من سمرقند. وهذا كلف ميزانية الجيش وكلف ميزانية الدولة، والجيش لم يؤذي أحد، دخل وتملك البلد، تملكها. ومع ذلك يوم نصب القاضي ماذا حكم؟ حكم بأن يخرج الجيش من سمرقند. فماذا كانت ردة الفعل؟ دخل أهل سمرقند جميعا الإسلام، قالوا إذا كان هكذا هو دينكم فهو الدين الحق الذي يجب أن يتبع، فدخلوا في الإسلام بدون مناجزة وبدون قتال. نحن صناع حياة أيها السادة، يوم انطلقنا نحمل مشروعنا وقد طبقناه فتحنا البلاد ودانت لنا العباد، نسأل سؤال، نقول الآن واقع ظلم علينا يا شيخ، وانت عم تكلمنا ونحن وين عايشين الآن؟ أقول طيب أنا جايك، ما هو أنا بدي أصل لهذا اليوم. متى انقلبت الأمور علينا وانعكست؟ ومتى صرنا أذلة في عقل دارنا نغزى؟ متى؟ أوليس حينما تركنا مشروعنا الأصلي ابتداء بالتطبيق على أنفسنا ثم نقله إلى الآخرين، مما أدى أن الآخرين وجدوا فرصة واسعة، حشدوا وجمعوا، ووجد من رؤوس الكفر من ملأ قلوب تلك الشعوب بالحقد والكراهية، وجاءوا إلينا بدافع ثارات قديمة وبدافع سرقات خيرات وبدافع توسع، وما من دولة إلا وتطلب دائما أن تتوسع وأن تزيد في رقعتها وأن تحوز على مكاسب ومغانم لصالح رعاياها وشعوبها تماما. فلما نحن قصرنا، متى وقع لي الظلم؟ لما نحن قصرنا ابتداء بترك موجة الفتح في ديار هؤلاء، وثانيا بترك التطبيق الإسلامي على أنفسنا، ما عدنا نطبق، فخلى الله بيننا وبينهم فتسلطوا علينا وبدأوا ينزلون بنا هذا الظلم الذي نعيشه الآن من احتلال وقتل وإبادة.